آله وصحبه أجمعين. تشيد القوى الثورية المعارضة ائتلاف شباب 14 فبراير تيار العمل الإسلامي، حركة خلاص، حركة أحرار البحرين، حركة حق، تيار الوفاء الإسلامي، بالهبة الشعبية المتواصلة التي تشهدها البحرين في أعقاب قيام الكيان الخليفي، باعتقال سماحة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية، وذلك بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية لثورة 14 من فبراير، وهو ما يؤكد حيوية الشعب البحريني وإصراره على استكمال ثورته حتى تحقيق أهدافها المشروعة. ومن خلال هذه المهرجانات الاحتفائية بنتائج الاستفتاء الشعبي والتي تأتي لتؤكد الموقف الشعبي المتمسك بقيام نظام سياسي، إن الخلاص للشعب البحريني لا يكون إلا عبر إنهاء الحكم الخليفي الفاسد وقيام نظام سياسي جديد وفق نتائج الاستفتاء الشعبي. فقد أثبتت التجارب أن إصلاح الكيان الخليفي مستحيل، إذ لا يصلح العطار ما أفسده الدهر. وفي هذا الصدد تشيد بالشعارات الموحدة التي ترفع في التظاهرات الشعبية الغاضبة والتي نادى فيها العلماء والشخصيات والجماهير الأبية بسقوط الدكتاتور حمد. ثالثا، مع اقتراب الذكرى السنوية 14 لانطلاق ثورتنا المباركة واستمرارا في تصعيد الحراك الثوري وتمسكا بحقنا في اختيار نظام سياسي جديد على ضوء نتائج الاستفتاء الشعبي، تعلن القوى الثورية المعارضة عن مشروعها الثوري التصعيدي تحت شعار إضراب الإباء، وذلك خلال 3 أيام متتالية، بدءا من يوم الخميس الموافق 12 فبراير حتى يوم السبت الموافق 14 فبراير المجيد. وكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة في خطوات هذا الإضراب العام والتي سيعلن عنها تباعا خلال الأيام المقبلة.